ابو حياكم الله، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الله يصبحكم بالخير جميع. عرضنا اليوم معرض الديحاني للشاحنات في المنطقه الشرقيه محافظه النعريه، 6 الموديل 93، ما شاء الله تبارك الرحمن، ماشي 161,000. هذا داخليه بلاده، راح اصور لكم خارجيه واصور لكم مكينته. داخليه على بلاده، راح انزل اصور لكم خارجيه. هي طبعا الموتر 26 24 94، اللوحات اماراتيه، تابع للجيش الاماراتي، صار له 4 سنين عند رعيل. طبعا غمارته مرشوشه رشه خارجيه بدون معجون وبدون سمكره، وباقيه بلاده. سستاته، دفرنشاته، شخصيه مو ملعوب فيها اي حاجه، كل شيء على بلاده، ما شاء الله تبارك الرحمن. مجوز بلاده. اللهم انا البويه بس البدله، لان موتر الجيش خص الخليج، الكويت، الامارات، ما يطلع الا مرشوش. هذه غمارته، هذا خارجية، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا أوراقه جديدة، اللي بينقله في الإمارات ينقله رعي على طول، بسمة فحصة جديدة، سمارته جديدة. الموتر مو ملعوب فيه، كل شيء برقم بلاده، برقم الوكالة، سستاته، كل شيء برقم الوكالة. تقريبا عند رعيها 4 سنين يوم طلع من الجيش. الموديل عليها مسجل ورد القرقاش، 24 26 24، هذه موجودة ال موجودة حد الاصبع هنا شوفوها، ال 26 24. انا احب المواتر اللي ما لعب فيها، احب اصورها تصوير دقيق. هذا اليوم احنا اخر تصوير لنا، ان شاء الله بعد العيد نكمل لكم باقي السيارات باذن الله. باذن الله يا رابع عيد يا خامس عيد ان شاء الله بنفتح ونصور لكم باقي السيارات اللي جايه جديده. هاي استفسار بحط رقم التليفون، نقول مرحبا ومسهلا بالجميع.